ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم العيلة اللي فيها مكفيها. يا جدعان احنا بنشكر الناس كلها. يا جدعان في الفريق الجديد ده سلولة هي اللي قالت لنا عليه. دعنا انا والله يا جماعه انا عشان ما يحلف واحلى زغروطه الفنزقنا فنزقنا حبايبنا فنزقنا حبايبنا. يا جدعان احنا بنشكر الناس كلها اللي بتحبنا ومتابعانا في كل خطوه واحنا معاكم دايما، ويا رب يخليكم لينا ما يحرمنا منكم ابدا 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 يا حبايب قلبي. واحنا من غيركم يا جدعان بامانه انتوا قوتونا على اخر كلام انتوا قلتوه يا جدعان. بجد بجد والله العظيم يا جماعه احنا بنشكركم جدا جدا جدا. نشكر كل الناس يا جماعه اللي كتبت لنا تعليق زي الفل زيكم، وربنا يديكم الصحه يا رب، ونشوفكم يا رب زي ما احنا عايزين يا رب. واحلى زغروطه الناس لحبايبنا اللي كتبوا لنا احلى احلى كلام يا جدعان. سقفوني يلا يا جدعان. بص يا جدعان تحدي النهارده ايه؟ نعمل بس نحيي بس نحيي الاول بس غدا 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 احلى تحيه غدا يا جدعان حبيبه قلبي. غدا يا جماعه بتحبنا قوي قوي ومتابعانا من بدري والله، بس هي كانت بتقول لي للاسف لو كنت عايزه ابعت اسم بس انا كنت محروقه ومكتوبه. لا يا قلبي ما تحرجيش يا قلبي، احنا اخواتك في اي وقت واللي انت عايزاه. اي اسم انت عايزاه عمال بره، بصي عمال بره الاكل بتاعك. اي اسم انت عايزاه اكتبه لنا واحنا هنحييك. واحلى تحيه لغدا قوي يا غدا. يا رب يبقى وشك حلو عليا النهارده يا حبيبتي. فرحك ان شاء الله لو انت بقى ان شاء الله ان شاء الله نعمل لك احلى وبعزمينا زفه ان شاء الله. بعزمينا اهم حاجه تعزمينا، احنا هنجي لك بالمحشي. لحد النهارده يا جماعه على محشي وركي فرخه ربع فرخه. بصوا يا جدعان وطبق يفجيكم سبع عصفور يفجيكم يا جدعان. اقول لهم تعالوا اعملوا معايا محشي، اقول لها لا انت تعملي كميه كتيره، احنا كل واحد بيعمل حله صغيره. احنا كل واحد عامل في بيته يا جدعان وجايبين الحلو. كل واحد عامل في بيته يا جماعه وجايبين الحلو. وانا عشان المحشي بتاعي سخن واسمع عشان كده وقعت الغطا كنت انا بسرعه بقى. يا جدعان ويا جماعه احنا متوازنين يا جماعه بالظبط والله. كام بتنجانيه على فلفل على كوسايه كل واحد حلت ايه؟ محشي حلت محشي على قوي ووركي فرخه وحاجه تصعب على التحدي والعقاب. وركي فرخه يا جدعان جدا العقاب يا جدعان في الشطار يا جدعان ريحته تحفه وحاجه ساقعه سفن العقاب في الاخر يا جدعان، وهنعرف مين اللي هيخسر وهو اللي هيشيل العقاب. ودلوقتي هنفضي معاكم ربنا يستر. وهنفضي يا جماعه معاكم دلوقتي المحشي قدام عينيكم. كل واحده عامله في بيتها على فكره محشي. لا 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 كل واحده عامله في بيتها محشي. نفضي يلا يا لولو. هاتي بقى يلا يا لولو يلا تعالى سمية فضي حلتي. بقول لكم يا جماعه المحشي بتاعي وسع انت وسع اي حد يوسع. الحله بتاعتي بصوا بصوا المحشي ابيض احمر ازاي اللي بتقولي المحشي بتاعك ابيض. بص بصي يا اختي بصي دي جايبه ايه؟ انا هدوقك اللي انا جايباه. ايه ده الله فيكم يا جماعه عاملين فلفل بس ياسمين عامله الكرنب. بس انا عامله يا جماعه الكرنب بالجوز بصراحه. عاملين يا جماعه فلفل وكوسه وفلفل طبق كبير جدا. بصوا يا جماعه انا وسميه جايبين المحشي صح خد وخد. بصي انتوا كمان خدتوا وخد. انا خدت حد يا جماعه المحشي بتاع سميه مش حلو ريحته. ربنا اللي كانت بتتريق على اسماء من شويه. ربنا بص عامل يا جدعان اهم حاجه الطعم. لا والله العظيم انا وبص انا بقى احلى يا جماعه بتاع اسماء جميل اهو. مش بتاع اسماء جميل ده انتوا عماله تتريقوا. احمر وجميل زيي احمر اهو يا جماعه. مسكت مسكت احنا عايزين على فكره احنا من الاطباق بتاعتنا زي بعض. لا مش الكلام ده والله العظيم. انا وسلول. لا 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 مش الكلام ده. يلا يا نصابه والله. انا بص طب بص احلى محشي يا جدعان. هاتي كده خلصتي طبق كده مسكت الحله. يلا يا جماعه عشان انا جعانه قوي امسكي السمنه هنا. بس طبق المحشي كبير على فكره. ايه يا جماعه والله العظيم مش عارفين انا اكل ده قد ايه. ده كات ولا حاجه صعبه ولا ساعه عصفور. الموضوع صعب 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 صعب. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا صنع عصفور جوه التحدي. يلا واحد اثنين. والله على صنع عصفور بس حادق. عارفه لو انا اللي عامله حاجه كنت كاتيني حادق. مش حاطه ملح. لا هو حادق قوي والله. بتاكل بلعت مخلليه. لا ده يا جماعه المحشي بتاعي تحفه يا جماعه. المحشي بتاعي بتاعنا احلى من بتاعهم. ايوه ما انا عارفه يا جماعه. العين العين بتاكل قبل البق. كانت عماله تتريق عليا. معلش قد الطلب ايه ده؟ معلش ودي حته واحد مكاني. لو انت تدفع تكسبي بس صغير. ماشي عارفه ده بتعمل يا بنتي جنيتك مستشفى. لا ممكن ادورها واحد تبيني. لا المحشي بتاعي ده بالليل يا سلمى. وانا برضه بالليل. سلمى عرضني الفلفل الجامد ده. الفلفل ده ولا قالب ده في فلفل؟ الفلفل الجامد ده يا جماعه. سلمى انا يا جماعه ما بستغناش عن المخلل. مش قادره مش عارفه ليه. وانا بصوا يا جماعه بقى ما ينفعش اقول ما بحبهاش. ما بتحبنيش في الكوسه خالص. دي يا سيدي استحاله. هي ولا ورق العنب؟ ايه؟ ورق العنب تحفه. المره الجايه يا جماعه نعمل لكم ورق عنب. كل واحد حله كده وباكل غصب عني. وعلى فكره نشاط كمون. على فكره يا جماعه انا نفسي حلو في الاكل وبعرف انظم الاكل والله. مش شاطر في نفسي يعني. اللي هو الورق عنب ده بجيبه بعمل عليه نشاط ليمون من تحت. كانوا عمالين يقولوا يا سامة اتكلم. قولي يا حبيبتي. ومن فوق بعد ما بحشيه برضه نشاط ليمون واسقعها بالسكر بس مش كتير عشان انفلفل. تبقى ميزز كده وجميل. اسماء دخلت. حاجة الساعة تلت. Thank you.
سونا ما عندكش ميه؟ ميه؟ في عطلوني اهدوا بعد اذنكم اهدوا اذنك اهدوا بعد اذنك توقفنا انجزي جيب ميه ساعه انا موقفها انت ميه؟ سكي ده حاجه ساعه هات حاجه ساعه انا كان هاكل مش هستنى حد انا ما كفايتش جايب فيها حاجه ساعه يلا لا بحكي الميه الساعه والحاجه الساعه مش قادره ايه ده؟ طيب مين ده؟ كنت البعاء دبي ده في الفراخ يا قلبي مش حلو شفت متعبة على المحشي بتاعي يبقى انا لازم احشي بقى المحشي بتاعها بتاكله بايه بالمعلقة؟ هو مش حلو مش حلو من الحساب شلوت بص يا جماعه هات الكيسه بتاعتي قد ايه؟ لا لا سنه سنه فاهمينها والله بس بتاعت اسماء قد ايه؟ وبس بتاعت انا قد ايه؟ لا فاشله فرحانه بنايبك اللي جايبه اسماء واسماء النايب بتاعها خلص ليه بقى؟ يا اقول لكم يا جماعه والله ابدا والله يا زبله جايباها ورد ما يعملوش 12 جنيه اصلا بس يا كتر وانت مش نوصل جنيه؟ ايه مخطره؟ في البصمات الفيجيتال وعامله له دي قد كده مكبره في المصري عامله له بصمات الفيجيتال ازاي ما اعرفش؟ يا جماعه خلصت النايب بتاعها عشان الصغير يا جماعه والمحشي بتاعها مخطره فيه ليا بطريقه مستفزه ان هي اصلا ترجع والله وهي مش قادره تاكل هي مش قادرة تاكل وبتقاوم بتاكل بالعافية عشان هي مش قادرة حلو المحشي بتاعي تحفة بتقول لي جات لي حتة ليا في بقي مش عارفة أعمل إيه مش ليا 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 سايحة في البتاع سايحة أحط بس ريحة مش أحط معلقة أسماء أختي فشتة في الأكل يا جماعة أسماء فضلت في البتاع كله عادية في البتاع لا وقع مني ده بتاكل اسبوع محشي انا حسيت كله ده كليه ما تاكلش محشي والله فعلا يا جماعه طعم ليا بامانه انا مش انا خايفه على تعمل محشي بكره يا جدعان مع نفسك باللية بتاعتك دي هتعملي ايه خلصت الورق بتاعي والله خلصي بس خش بس على اللية بتاعتك دي الأول مش قادرة أموت مالها سمية حتى قالك تاكل كشري؟ قلتلك قاعد تقولي ما تاكليش كشري صح؟ سمية يا جماعة قبل ما تطلع كشري ورغيف عيش يا جدعان الساعة 8 دبة كشري ورغيف عيش ايه؟ انا بموت يا جدعان بموت من اللية عملت تاخد ترابيزه انا خلاص بدانا نبعد
ياسمين هي الكوسه بتتقشر صح؟ بتقشرتها بس انا بتعبت. وانت يا اسماء اكيد لا اسماء يا جماعه الكوسه بتاعتها ما اتقشرتش والله العظيم باين عليها الكوسه بتاع الاسماك ما اتقشرتش يا جماعه لو كده ما اتقشرتش وريني ايوه والله مقشره والله القشره منين؟ انت حبيبي بس باللحمه اهي باينه اهي لحمها اهو يلا يا بنتي يا فاشله بتاعت اللية عماله تبص على الطلعه تطلع فيه عيوب ايوه يا سلام يا جماعه حتى الوش بتاعها كله بلاك كركم اه كركم لا مش كركم والله العظيم كركم بص ايه ده بص الصفار حتى مش مديها الحمار التحميره اقعدي بس في المحشي بتاعك ايه ده يعمل ايه ده في البوق طب يعمل ايه كده يروح فين ده احسن من العيش الزيتون اللي انت عاملاه على فكره مش قادره اكل كوسه يا جماعه اسماء موره الكوسه مش موراه بتعمل كده لا طبقه لحم بتاعت الكوسه نازله كده طبقه لحم ليه يا كوسه قد ايه؟ ايه؟ دي ودي ده انا عملت رسم والله العظيم بايديا اقسم بالله حلة الجوزة عاملة حلة الجوزة يا جماعة وهي عاملة حلة نفسها وخايفة سامحني سامحني والله ما كنت قاصد ازود اللي المعلقة وقعت المعلقة وقعت من على والله يا جدعان بتتكلم بجد والله العظيم انا اقول لك يا سموتي انا بقول لك يا لهوي اروح الحق جوزي مش عارفه اعمل له ايه وانا سويتها يا لهوي وعندي رز متبقي قد كده تعالي النهارده باشا عندي تعالي بتقولي انا هجيب بكره 3 كيلو بتنبار واعمل حاجه لو عندي في التلاجه واقعد في التلاجه على فكره اللي هي عندك زودت الخط والرز مش قادره بص قدامك يا جماعه على فكره حاجه بص كيف حد الحقن يا جدعان ثواني يا ياسمين معلش انا واسماء جايبين زي بعض بالظبط اه انا بس صغير الرز بتقولي حطيت رز بالله عليكم يا جماعه بصوا انا بصراحه جمال يا بنت انا عشان معايا ابن زين ثواني بس هتظبطوا بس اهدوا بس عشان معايا ابن زين ما كانش سايبنا خالص اللي هو ماسك انا اقول الصراحه وماسك فيا بص جوزي ام زياد جات لي ايه اللي عملها المحشي فقالت لي تعملي ايه قلت لها النهارده التحدي بتاعي محشي تعملي ايه انت اتحولي قالت لي خلاص هعملها قالت لها تعالي اعملي لي محشي ايوه هتعملي ايه يعني هتعملي قد ايه محشي ولا هتعملي كرنب ولا تعملي ايه فقلت لها انا هعمل باذنجان وفلفل وكوسه انت قلت اسمها ايه؟ نبات ماما عليك كنت جبتي اهو ايه يا خليك يا ربي خليك اعمل اي حاجه في نفسك انا خلصت اللعب اما ليه يا خلاص طلعت الحمد لله قلت له حبة رز يا جدعان خلصت اكل الرز؟ لا لا ايه يا جماعة الرز ده مش عارف بس ازاي ايه ده ايه ده كل الرز ده سمية انت داحس بقى انت داحس بقى معلش انت حاسباه من انا طريق ده انا مش شايفاه من عينيا عامل لها عقاب بقى يا جدعان عارفه اللي بتحسبيه يطلعوا
ياسمين هتموت مني. يا جماعة أنا خدت الكبسة دي من الأول يا جماعة. أنا جربت. هذه ياسمين من عندك. أنا قلت لك. نادي اللي دب عيب الكشري. تعالي كليني يا سمرة. يلا. فاضل مين؟ ياسمين. ياسمين. خلاص. ياسمين اللي خسر. استنى عصفور. استنى عصفور يا سيد. يا رب على كمية اللي هي اللي وقعت مني. عامل ايه يا سمرة؟ انت عملت ايه هناك ده؟ تعال فين؟ ما فيهوش رز. لا الطبق الصغير. رز. ايه يا جماعة شغلي بقى العبط ده بقى؟ هو كله رز رز وكله سايب الرز؟ ما انا لو كنت بقى برضه انت خسران. انا برضه لا كلهم. لا يا ياسمين احنا بقى مش هنقدر. هي معروفة يا ياسمين. خلصتي؟ انت قدامي كام صباع؟ انت هتتكلمي في معلقة رز حوالين البتاع. هبل مش عايزه. اسماء انت معلقه. بص بقى كده يا سالي. بص انا هزودها على فكره الرز ده خلاص. انا احنا مالناش دعوه. ايه ده يا سالي؟ يلا احنا قدامهم ما بين بعض يا جدعان. يلا اللي عامله الورك بتاعي كله 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 كله. ايوه حلو فعلا. وريني شايلة ايه؟ شايلة حاجة؟ انا مش شفتها حاجة. اشرب انزل يا سمية. ياسمين اللي خسرت يا جدعان. كانت الورد وقفت على كام صباع. على فكرة ياسمين الجماعة اتغفلت في ثانية. عشان كده بتتكلم. ايوه والله. انا مش قادرة اتكلم. هموت. العقاب على ايه يا ياسمين؟ العقاب من ايدينا بس. نحضر العقاب مع بعضينا. المهم يا جماعه هنكلمكم. انا كده كده خسرانه في الحقيقه لازم تتقال واحنا قاعدين كده. المهم فاخت جوزي جت عملت لي ايه بصراحه ايه المحشي. لقيت ابني عمال يعيط وبتاع فعملت لي المحشي. يا سنه يا جماعه وقت المحشي امبارح وقت المحشي النهارده. اتفقي عليا. ايوه عشان كده ملهاش. المهم يا جماعه بقى فقلت لك بقى التليفون الارضي عندي بيرن ترن ترن ترن. مين؟ الاقي اسماء اختي. الحقيني ايه؟ الخلطه بقت قد كده ولو بس مفيش رز. قلت لها ازاي؟ قالت لي ما اعرفش. كانت الخلطه ولا كانت الرز؟ يعني انا ما اعرفش. انا جايبه متجوزه بقى لها سنه ونص ولا بقالك قد ايه؟ اكتر. انا سنه ونص. اسماء متجوزه بقى لها ثلاث سنين اول مره تعمل محشي المره دي ومره ثانيه. بابتين. انا عملته 20 مره. لا 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 لا. كل مره يا جماعه بتعملوا معانا احنا كل مره معانا. والله اول مره تتجرى. بس اقول لكم على حاجه عشان الواحد يحضر ليه واللي عليه. جالنا منها طبق محشي والله العظيم ما هنساه. انا حسبتها عليه. انا ناصيه. المهم يا جماعه اصبروا بس. انا يا جماعه لقيتها بقى عماله ترن عليا تقول لي الحقيقي. بقول لها ايه؟ بتقول لي انا حاطه نص كيلو رز على كيلو ونص بصل. كيلو ونص بصل كيلو قوطه وكيلو خمسه جنيه خضره. يا جماعه خمسه جنيه خضره. بقول لها عامله قد ايه؟ السبب عامله قد ايه محشي؟ قالت لي عامله كيلو ونص. لا كيلو وربع بتنجان كيلو وربع بتنجان ونص فلفل ونص فلفل. يا جماعه طب يا جدعان عايزه ايه يا اسماء؟ تقول لي الحقيني. حد يجيب لي رز. ثواني يا ياسمين. بعت محمد ابن ثاني يجيب لي رز. وكل شويه يا جماعه عماله ترن عليا وانا بينكم وبين في الاخر السواحلي تقول لي ايه؟ معروفه الخلطه لازم تبقى اكتر من الرز. في الاخر لما بكلمها لولا مختي دي الله يبارك لها. الله يبارك لها. الله يبارك. مش عارفه كده بقى يا جماعه في حاجه مع بعض. انا فاهمه الدنيا دي ماشيه ازاي. حتى الله يبارك عليها. راحت لها الكلام قالت لها دي هي جايبه نص كيلو رز بس امبارح. دي اللي بالسبكه دي كانت عايزه تسوحني. دي بتقول لي يعني انا ما كنتش هاكل محشي. انا كنت هاكل بصل. ما انت بتاكل بصل يا بصل. بتقول لي هننسى اقعد تاكل محشي وانا اقعد اكل بتنجان وخضره وبصل. بقول لها يا بنت الرز باين. دي جايبه هو هو اللي انا جايباه وعاملاه. وعاملاه وما بقاش. انا بقى عندي طبق خلطه قد كده. العيب بقى في مين يا جماعه؟ انا مش عارفه. هي لا العيب في الليا. ايوه العيب في الايه؟ الليا اللي زودت الاكل. حد يحط معلقه ليا يا مفتريه. والله العظيم حلوه عليك. حد يحط معلقه ليا يا مفتريه. لا لا حد يحط معلقه ليا يا مفتريه. لا لا يا جماعه ده اسمها واكله ليا.
قسما بالله قاعده جنبي شمها ليا. والله العظيم بجد يا جماعه حاجه فعلا فظيعه. انا مش عارفه انت نفسك ازاي لو مني. بص لو انا مش هعمل ده جميل ده حلو هيعجبكم قوي. قولي له ما تاكلش من البحش عشان يروح الشغل بكره. يا لهو بقى لو لا لهو بقى لو روحت ولقت جوزها عازم حد عندها. يا لهوي ايوه قول كده انا شحاته جاب لنا شحاته الكره اللي فوقنا جابت عشان يا جماعه ما بدوش يعملوا معايا محشي ولا سميه ولا اسماء. انا ما رضيتش. ياسمين هي اللي ما رضيتش. يا جماعه انا ما رضيتش في حاله واحده. انا ابن زين متعب قوي والله العظيم بجد. بص يا جماعه بيحب وحش الكل ندعي لابني ان ربنا يهدهولي والله العظيم بجد. زي البطش عمتها جت عملت لها اخت جوزها جت عملت لها حبيبتي تسلمي لي يا رب ويقعد لك يا رب في ميزانات حسناتك. في ميزانات حسناتك يا فاطمه يا بنت اعتدال يا رب ويخلي لك زياد يا رب. يا بلا ما تخويه يا رب ما تخويه وتشوفي زي ما انت عايزه وقد الدنيا. اللهم امين. ودي هي يا جماعه لعمتي ام زياد. ام زياد استنوا العقاب. عملت المحشي استنوا العقاب. عقاب عقاب اضحك شويه عشان ما اعيطش. يلا يا جدعان نغسل ايدينا ونرجع لكم تاني. خليكم معانا عشان انا انفصلت. اسمعني يا مدرسه انا نايم. خليكم معانا. علي رجعنا لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا جدعان. ولا في العقاب. بصوا بقى يا جدعان اسكتي. بصوا بقى يا جدعان اقعدي يا مولاي انت. بص احنا كل واحده هنجيب صباع محشي من عند سلوله وصباع محشي من عند وحش الكوره وصباع محشي من عند مولاي. طري بقى وصباعي وصباح محشي مهري. هنشوف هتعرف تطلعي ليا ولا لا. يا رب. بس يا جدعان وهنغمي عينيها وهتطلع الصباع. شوف الصباع اللي هتطلعه. طبق مين اللي هيطلع؟ قال صح صح مش صح هتاخد عقاب تاني يا جدعان. بالظبط كده. يلا يا لولو. وحياة امك لو فخت. ماشي يلا. واحد اثنين ثلاثة. استنوا هو مرة واحدة كده. روح روحي 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 هاتي العيكه وروحي روحي روحي هاتي هاتي العيكه هاتي العيكه اللي هي نار. بطلي بقى بطلي انا مش عارفه عماد هياكل ازاي. ولا 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 اللي هي بتاعت انا ولا 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 يلا ولا. اول واحد ليه اول واحد تقول قولي صباع مين. لا ايوه هو مش كل صباع اللي ذوقها حته من الصباع. لا يا ماما صعبه اسماء. انا انقي الطبق هختار منه الصباع انقي. لا يا ماما لا مش كده. لا هي هتقولي حته على الصباع. ايه يا جماعه لا فوي بقى فوي احسن خلوي. هي حته انا قصدي ما تقدرش. هو معاه الصباع كله. لا يا اسماء انت بتزغري. انا مش قادره. انت مش حته صغيره ولا حته صغيره يا جماعه. حق ربنا اتقال ان انا طباخه وعامله فيها الشيفة ياسمين. اعرفينا اعرفي من ريحته مش شرط تاكليه. طلع صح صح انت صح خلاص. انا اول صباع؟ لا كله. لا يا جماعه ما ينفعش. شمي يا جماعه ما ينفعش. لا يا جماعه افهموا يا جماعه بجد والله انا مش قادره. طب خلاص يلا خدي واحد اول واحد اهو. مش اول واحد هو انت بتاكل اول واحد ليه؟ استنى ما انت عايزه ايه؟ انا اهل الاطباق اهي صح؟ اه اربع اطباق مثلا. انا انقي الطبق اللي انا هاخده كده واكل منه. اكل منه يا جماعه عقمه كده. ايوه مثلا بنتكلم كده نقول كده. أيوة. بس مش كل اطباق. لا طب ليه؟ مش هعرف ميزه؟ لا بجد والله مش هعرف. واحده حاطه لي 4 كيلو ليا. الله يا سيدي هو الوحيد ده اللي هيتميز بدون عن التلاته. وكفايه بقى فضايح قدام الجماهير. كفايه وضحتينا يا شيخه. يلا يا اسماء يا ياسمين. بقول لك ليه بدات تشتغل معايا؟ قول لي يا جماعه ليه بدات تشتغل معايا؟ عارفه اسماء عايزه ايه؟ عايزه جهاز اللي بيسيح في بطنها يشيل كل اللي هي لسه واكلاها. يا بنتي خلاص. انت بجد انت تعرفي يا عبيطه. واحد انا نقي الطبق بس واللي اقول عليه صح يبقى خلاص. انزل فاهمين يا جماعه؟ تطلع ايه الطبق انا ايه دوق كل حته. طب انت قولي دوق شم من ريحته حتى. استنى استنى هو لازم احنا متفقين ان انت لازم تدوقي. طب الطبق اللي هتطلعيه يا ياسمين. يلا يلا يا ياسمين يلا اربع اطباق اهو هنشوف انهي طبق اللي صح يا ياسمين. يلا فين البوق؟ اهي البوق. انت ايه هو ده ايه هتعرفيه يعني ما تنجزي طبق وخلصي.
انا رايح تاخد اللبن بقى وتكله. وني يلا وني عايزين يلا يا بيه. انتوا حلوين قوي. يلا قوي قوي يلا. على معانا حاجه في صاروختي رجليها متعفر على وشها. اه فظيعه. يلا يلا ياسمين. لما تاخدي اسماء ده مش اختيار. لا ده حكومي اسماء. ده حكومي ارض حكومي. انت شايفين هتدوقي اي حاجه من دول هتدوقيه. فانت قلتي صح صح مش صح ده انت حكومي بس. يلا افتح. ايوه افتح ورا ولا ايه؟ ما في الاخر هتعرفي برضه. لا ياسمين اختي بطيئه قوي. هو ادي بقى هو ادي بقى دي ادي. لا دي ادي والله في ايه؟ كل ده صباع محشن؟ يعني دي مش كوسه؟ والله العظيم والله العظيم كله محشي. ما تجيش يا ياسمين كل حته حتى لو حته صغيره بطيئه قوي. قولي بتاع فلانه ده بتاع فلانه. ما احنا عاملين ورق اهو يا جماعه. واحد اثنين حته صغيره الطبق صح؟ فين الورق بقى؟ معايا ماشي. واحد اثنين ثلاثة بس كده. حط يا ست ما تاكلهاش كله. اشتغلت كده عامل زي المسرحيه. يلا ده يا جماعه بتاع افتسي صح. غلط 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 غلط. لا صح والله غلط. بقول لك ايه؟ انا مش هكدب. انا هوريهم بس كفو والله ما هكدب. قولي يا اسماء روحي وريهم. والشيفه ياسمين بتاع ياسمين يا جدعان. طب هم ما شافوه. يلا بقى العقاب اللي جاي بقى. يلا لا يا بنت هي قالت هتدوق حته حته. لا هو واحد. لا يا بنت هتدوق حته حته حته. نجيب لها بقى عقاب. هي مش عايزه ده نجيب لها بقى العقاب. هات هات العقاب الشديد اللي جوه. هات السكينه. يا بنت هي هتدوق حته حته من الطبق. ما خلاص ما هي كسر. اهي هتدوق. بس كده. بتاع مين؟ ده بتاع سالي. مكتوب عليه ايه؟ هات اللي بعده. هو هو ايه ده ايه ده ايه ده؟ هات اللي بعده. ايوه فعلا. بتاع مين؟ قفلها. بتاع مين ده؟ أم ليلى؟ كفاية فضايع. كفاية فضايع. لا غلط. مكتوب عليه سمية. كله غلط يا جدعان. على فكرة ده حادي والله العظيم في ليا. ايوه صح. وحادي. وده بتاع يلا آخر واحد. يلا. آخر واحد. ده بتنجان بأمانة؟ والله بتنجان. بتاع سمية أهو شوفها. واضح أوي. حلو بتاع زماني. هات يا بنت العقاب الشديد اللي جوه. غلط غلط غلط. يا جماعة نشوف الغلط ده. ايوه يا بنت احنا مش هنكتب عليك. لا يا ماما العقاب بقى اللي جاي تاخده على طول. اوعي كده بس. وريه بقى كده. اهو بصي انت قلتي ايه؟ انت اول واحد قلتي ايه؟ سالي. سالي. طلع مين؟ انا. تاني واحد محشيكي. ما هو مش انت اللي عاملاه. ايوه مش انا اللي عاملاه. اختي جوزك اللي عاملاه. تاني واحد قلتي مين؟ قلتي سالي. صح سالم قلنا صح. تالت واحد قلت مين؟ قلت اللي هو في ليه بتاع اسماء. طلع بتاع اسماء. فين بتاع اسماء؟ طلع بتاع اللي هو ده. انت كده عكست ما بين ده وما بين ده. انت غلط. ده اسماء وده. استني استني هي اسماء مش بتاعها بالليا. بس معلش انا اصلا ما بقاش في السب بتنجان. لا يا جماعه في في صباع في بتنجان. صح يا سلمى تتكلمي يا سلمى بجد. حبايبي يا جدعان السمعة بولية ده بتاع اسماء فعلا. ماشي ليكي حسب واحد يعني. لا يا جماعه انا كده نجحت في كله. انا كده نجحت في كله. لا صح لا لا لا, لا. انت في اول واحد قلت ايه؟ غلط. سالي بقى طلعت انت طلعت السمعة بتاعك انت. يا جماعه السمعة ما كانش اصلا معاها بتنجان خالص خالص. انت مالك من سمية؟ انت خسرت ايه؟ ده السمعة معاها بتنجان خالص. بتقولي سمية ليه؟ عشان هم قالوا لي جوه. هاتي يا بنت العقاب. احنا هنجيب لها. ماليش دعوه تتعبي. هات العقاب يلا غمها علي. على فكره لا ما تخميش خلاص. ما هات العقاب. لا مش لا هات العقاب. لا هات العقاب. هات العقاب بدل ما ارزع على الترابيزه على وشكم انتوا الثلاثه. هات العقاب. انا هات العقاب انا ياسمين النهارده. اوعي بس سلام ما تمسحي يا كوليا. روحي امسحي اللي هي بتاعتي. بقول لك اللي هي اشتغلت معايا فين بصلايا. ايه العقاب بصلايا. عايزه بحب. امسكي ايديها يا بنت. امسكي ايديها يا بنت يا سمية. لا لا لا
رحمك امي ما هجيبي بطلوع على انت كمان مسكني وانت كمان مسكني كلتي كل لا بصلي فوقي خليني اخدك انت يا اخي يا مولاي وصلت ما تمسكي يا سالي ايديه بصي سالي عماله تتعامل لا لا يا زلمه وانا اللي اشتغلت معايا وانا اللي اشتغلت معايا انا مش قادره اصلا المفروض بقى يا جماعه اللقب ده كل اسماء والله العظيم عشان تقفل معايا يا جدعان الاربع اطباق دول محشي انا محشي انا هي ولا عارفه تذوق محشيها احنا مش انا ما بقالاش اصلا مننا كل واحد محشي كده هي بقى واسماء اسماء حطينا شويه رز الفضا عبينا بيها صباغ قضينا صباغ وحطينا الصباع بتاعها فعلا اللي هي باينه قوي 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 لولاي ماشي يا جدعان ونشوفوا وشكم على خير ونشوفوا وشكم على خير وهتوحشونا جدا 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 يا مولاي يا سلامة يا سلامة عايزين نحيي أم مولاي أم مولاي خلصت يلا يا جدعان وباي باي.